السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك فايز فايز جيمز وبيزم شايفين فيفا 20 نمط المهنة النصر. الحلقة الأولى راح يكون عندنا بإذن الله سلسلتين في القناة. في البداية فالأهلي والاتحاد أبشروا بإذن الله، بس حاليا أعطوني فترة، يعني مثلا نخلص الموسم الأول مع الهلال أو مع النصر، وبعدها بإذن الله نبدأ مع الأهلي أو الاتحاد. فحلقة الحلقة اليوم عن النصر، فوروني دعمكم هذا المقطع يعني في الجرو، وانشر القناة في كل مكان. خلونا نوصل، انا بضبط شكل بس دقيقة، فخلونا نوصل 25,000. طبعا شكرا لكم، نسيت اقول لكم شكرا لكم على الرقم المميز اللي هو 27,000، وصلتونا اياه في عدة ايام، فشي جدا كويس، اشكركم. ناخذ شراب الاصفر لعيون النصر، ناخذ هذا ايضا لعيون النصر، ناخذ هذا. فيعني اشكركم دائما وابدا على الدعم الخرافي الصراحه. طيب كذا الطقم رهيب، كذا الطقم نصراوي. لا لا كونتينيو اديتنج. فيلا خلاص خلونا نبدأ كرير النصر بإذن الله. الأندية الثانية ما راح أقصر معاهم، فالحين راح أقدم وارجع لكم، راح أقفل سوق الانتقالات زي نمط المها الهلال، وبإذن الله في الشتوية راح نجيب لعيبة. يلا راح أقدم وارجع لكم. طيب في البداية راح تكون لغة إنجليزية، بعدها بإذن الله راح أغير اللغة للعربي في الحلقات المقبلة. فالأشياء المهمة راح أحاول ترجم لكم إياها قدر الإمكان. حاليا خلينا نشوف الفريق، عندنا الحارس جونز، وليد عبد الله، الحارس الشاب مايكون، وعمر هوساوي، ومادو، والعمري، وفي ايضا لاعب شاب الغنام والمطلق، العبيد والمنصور، وعوض خميس، الخيبر، الجبرين، بتروس، الدوسري، الفرج اللي هو عوض خميس، مرابط، ويحيى الشهري، بن جماعه، احمد موسى، وايضا يقدر يلعب المنصور، وايضا هنا ممكن بن جماعه والشهري، جوليانو الشهري، مختار علي، حمد الله، عبد الفتاح آدم، البريكان، وأيضا صالح العباس. مرسال الحين راح ألغي إعارته، فالدوسري تقريبا راح يكون مهم اللعيبة، مختار علي أيضا، مختار علي راح أخليه لاعب احتياطي مهم. فتقريبا هذه قائمة الفريق، راح أضبط التكتيك الخاص فيني، فراح يكون بذا الشكل تقريبا. والخطة الهجومية بهذا الشكل، الدفاع والهجوم، راح نعطيهم تعليمات. لاحظت أنا في كل كرير ألعب وكل مباراة أن الأظهرة خلاص غط، خلهم على وضع وخل الأجنحة يأخذون راحتهم. يعني الحين راح خذ راحتك يا بيترس، مرابط خذ راحتك، خذ التعليمات اللي حاطها لك المدرب في الحقيقة. جوليانو ايضا، حمد الله، حمد الله ايضا، بس يبقى في الهجوم. فخلاص تقريبا هذه التشكيلة، حاليا بس راح اشوف اللعيبة اللي ممكن اسوي لهم اعارة او بيع، وبعدها راح اقدم. فزي ما تقولوا الحلقة الاولى اصلا حلقة تعريفية، فعندنا حارس مرمى ممكن نرجع له ويشير نعتمد عليه، العبيد، المنصور، مايكون، العمري، تقريبا الغوانم راح نسوي له إعارة، متعب المطلق لا راح نحتاجه كظهير أيمن احتياطي، أحمد موسى راح نعطيه فرصة بعدها ممكن نبيعه، نواف الفرشاني إعارة، ركان الشملان نخلي إعارة، الغشيان إعارة، صالح العباس إعارة نفس الواقع، عبد الله السالم أوف مع النصر. طيب نحط قائمة انتقالات أصلا ما نحتاجه أبدا. فخلنا نشوف بس دقيقة نشوف مين فيه لعيبة، أتأكد بس. خلاص كويسة جدا قائمة الفريق، نحط حاليا التدريب، وبعد إذا في شيء مهم راح أرجع لكم. فيلا نحط معاكم التدريب، راح نطور عبد الله مادو، راح أحول لسيلفر الحين بس دقيقة، راح نطور أيضا العبيد، بعدها راح نطور الغنام ان شاء الله، فنرجع مادو الى سيلفر
ونحط الدوسري المحور. وأيضا نحط من في جناح بن جماعة. نطور بأي وحدة أي وحدة. لا لا هذه ايوه هذه ممتازة جدا لبن جماعة. والمهاجم عبد الفتاح آدم راح نطوره أيضا، لكن بالذهبية. حاليا راح أقدم، إذا في شيء مهم راح أرجع لكم بإذن الله. تكون عندنا هذه التشكيلة احتياطية، فكويس جدا. المنصور عوض خميس راح يكون الكابتن تقريبا، فصار عندنا الصراحة تشكيلتين أساسية واحتياطية جدا كويسة مع العالمي. فأول مباراة عندنا راح تكون قوية أيضا، راح الآن تشوفون من خصمنا في الجولة الأولى واللي هو الاتفاق. فأول مباراة في حلقة اليوم أمام الاتفاق مع العالمي بالطقم الاحتياطي راح تكون الصعوبة عالمي مع العالمي، و4 دقائق راح نلعب بالطقم الاحتياطي زي ما قلت، وهذه التشكيلة. فراح ندخل على المباراة ونرجع لكم. بداية أول مباراة لنا في الدوري العالمي أمام الاتفاق. يلا يا مرابط نبي نجيب الدوري علاش نخاف؟ مو بلازم الدوري، آسيا طبعا موجود، آسيا مع العالمي من الموسم الأول راح تبدأ في تقريبا بعد الانتقالات الشتوية. السريتي والغنام خطير، عاد فخر الدين بن يوسف. يا سلام يا برادلي جونز، روح احمد موسى راح. يلا يا وحش يلا يا سريع مرابط. يا سلام على التصدي، تصدي رائع من حارس الاتفاق مرابط، لكن خلصها. عندهم ظهير ايسر اللي هو سامر الحدادي عند الاتفاق جدا قوي. روح يا حمد الله، لكن سهلة لحارس الاتفاق. يلا العبيد، حلوة. يا السلام لو كملت، يا السلام على العرضية. حلوة 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 يا مرابط. جوليانو، حمد الله، مستحيل يا أسامة الحدادي خلصها من الخط. أسامة الحدادي جوليانو، لا 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 مرة كويسين النصر الصراحة، بس الاتفاق عنده ما شاء الله دفاع أيضا لا بأس فيه. بس غريب مو ملاعبين رايس مبولحي، جدا مستغرب. الحمد لله عدت على خير، لأن لو كملت هذه بين جد منحوس، جدا منحوس، لاني مع الهلال ابني هجمات كثير ويصد حارس اللي ضدي، هم من هجمه واحده يسجلون، فهذه المشكله. هدف اول الاتفاق، هدف اول الاتفاق، قطعها وحطها فخر الدين بن يوسف. صعبه على براد جونز، صعبه زي ما قلت لكم، يعني احنا نتعب ونبني هجمات ويصدها الحارس، وهم ما شاء الله من تسديدة واحدة ينهوها. فيبغالنا نشد حيلنا جدا في الشوط الثاني، وأنا واثق بإذن الله راح أقدر بعد اللي سويته في الشوط الأول. مستحيل مستحيل يا أسامة حدادي. حمد الله لكن تروح الرمية التماس. يلا يمدينا نسجل هدف أخير إن شاء الله. مستحيل خلصها الدفاع. يبعد الخطورة. 3 دقائق متبقية لنهاية المباراة. الآن الجماهير تقدم كل ما عندها للفريق. خلاص. سواه الاتفاق قدامه. لا يسجل عاد الثاني. الاتفاق يسجل الثاني. يترجمون التفوق والسيطرة والتحكم.
التحكم والاستحواذ على مجريات اللقاء. لا تعليق لا تعليق، مستواي جدا سيء. يلا راح اقدم وارجع لكم. لكن مو بس احنا اللي خسرنا في اول جوله، ايضا الهلال ف يعني في الكرير اقصد، عندنا مباراه امام ضمك راح يسوي لها سكيب باذن الله. الفريق فوز حلو، فزنا 1-0 على ضمك وجبنا اول 3 نقاط، وباذن الله راجعين افضل وافضل، وراح اتعلم من اخطائي زي ما قلت لكم في مقطع الهلال، وراح ارجع لكم باذن الله في الحلقات المقبله بمستوى افضل جدا. عندنا مباراه امام الرائد راح يسوي لها ايضا سكيب ان شاء الله نفوز فيها نجيب 3 نقاط. حلو فزنا 1-0 عن طريق جوليانو، فعندنا حاليا 6 نقاط، يعني ان شاء الله راجعين. كافي نادي الصراحه حلو الطقم حقهم برعايه برجر كينج. طيب عبد الرحمن الدوسري زاد 61 احتمال كبير اعتمد عليه بالشكل الاساسي امام الوحده، وايضا ممكن بالجميع ايضا اخليه يلعب اساسي عشان تستفيد من احمد موسى في الشوط الثاني ويجي ويرهق دفاع الوحدة. عرفتم يعني عرفتم كيف التفكير الكويس، فراح ادخل بالطقم الاساسي وباذن الله التعويض من امام الوحدة. صعوبة عالمي 5 دقائق، راح نستدعي عبد الرحمن الدوسري كمحور. ما عليكم اللعيبة لا تنخفض معنوياتكم، الفريق بيتحسن ان شاء الله. رابط بترس شوف طاقاته قاعد تنزل عشان زعلان اخي، عيب لاعب دولي وتزعل، احمد ربك يا اخي. طيب راح نلعب بن جماعه، فتقريبا هذه التشكيله اللي راح نبدا فيها. جونز انا بعطيه تعليمات. طيب يلا فراح ندخل على المباراه ونرجع لكم. كم شيء يعني الحين تذكرته باذن الله راح تشوفوه في المباراه. طيب توقع التسلل طيب يلا لعبت حلو جوليانو بن جماعة جوليانو حلوة بترس مستحيل التصدي. القم القم الهدف الأول القم الهدف الأول بترس يسجل. تعال تعال احتفل عندي، ما جاء كان قريب مني والله، بس يلا عوافي. حمد الله يصنع هدف لبتروس بعد ما كان العكس، كان بتروس يصنع الحمد الله. فحلو هدف اول على الوحدة من الدقيقة 5 عن طريق بتروس، باذن الله راجعين راجعين افضل. لعبيدو قال ارمي، خطير قال ارمي خطير عده وكولك المساحة لك المساحة لك، ما يكون ما يسوي شيء والله حرام، ما صدقنا نفرح نسجل هدف. يلا يا جوليانو فوس جوري قطعها. طيب راجعين راجعين بإذن الله. العبيد عدى قاليرمي، والله قاليرمي مستلم الجهة اليمين، ما تقصر يا العبيد ايش نسوي. خطير 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 الوحدة خطير. جونز ما راح يتصدى اذا شاتها، ما راح يتصدى لها جونز، متأكد من ذا الشيء. روح يا بتروس جوليانو عبد الرزاق حمد الله حمد الله مستحيل يا حمد الله. حلوة 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 حقيقة. الدوسري بالنسبة لي نجم المباراة إلى الآن مبدع، يعني ممكن ما أعرض لكم لقطات بس لو تشوفوها أغلبها يفتك الكور يمرر تمريرات حلوة. وحش عمره وساوي، هذا هو الدوسري. السلام يا جوليانو لكن صدها الجدعاني. يلا يا فارس الغامدي تقدر تقدر
مستحيل. خطيرة عند هوساوي وقال يرمي، قال يرمي عدة. طيب يبغى لنا نبدا بمهاجم ثاني. شكرا يا الدوسري، لكن الوضع يضطرنا نبدا بمهاجم ثاني. راح تكون هذه هي التشكيله، كلنا ثقه فيك عبد الفتاح ادم. تقلب النتيجه، مستحيل. كيف قطعها ساري عمرو؟ والله ساري عمرو لو تشوفونه كيف في المباراه قال بروبرتو كارلوس، حتى روبرتو كارلوس فيفا مو بكذا. طيب يا حكم اعلن من اول. يلا نقدر. احمد موسى، اوهو ممكن يلعب لك كره عرضيه الان. احمد موسى، حلوه حلوه حلوه. مستحيل مستحيل، قاعدين نلعب بأفضل ما عندنا. بترس عبد الرزاق، حمد الله، روح يا حمد الله. هجوم للنصر، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. مرابط، مستحيل يا الحارس، مستحيل يا الحارس، مستحيل. وش يسوي عاد؟ بيتروس، بيتروس، كرة في مكان خطير. الله ياسين حمزة. مستحيل مستحيل، الفدائية اللي قاعد يسويها لوحده، والله حرام والله حرام. والله اني مبدع بس الحظ، والحين الوحده. الله جول. لا الحمد لله عدت. والله سويت شيء خرافي في الهجوم، بس وش اسوي؟ حارسهم بدع، الحراس فيه مره قوية، ما تقدر الا اذا صدى او صار المرمى فاضي، غير كذا ما تقدر. اخر كوره، اخر كوره، واحد يقرب. تعال انت عشان ينول هالموسم. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في ارضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. لا راح انت ما تروح الموسى، حرام. خلاص انتهت المباراة 1-1. الان بيجون النصراوي في الكومنتات، انت فاشل، انت مدري وش، وش اسوي؟ وش اسوي؟ اذبح نفسي؟ خلاص قدمت كل ما عندي. والله حرام الجدعان يصد كور لو تصد ولا ترد، مره حرام. واحنا حارسنا من اي كوره تدخل جول، يعني مشكله 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 مشكله. فراح اقدم وارجع لكم. والله حرام، والله حرام نتعادل، استغفر الله. قدمت مباراه مجنونه، لو تشوف المباراه وترجع وتركز كل الكور لي تقريبا. الوحده ما يسوي شيء، ما يسوي شيء، بس الحظ، الحظ جدا سيء. فالحين راح اشوف ايش عندنا وبعدها راح ارجع لكم. المباراة راح يصير سكيب امام العدالة، فان شاء الله يفوز الفريق. حلو، فاز الفريق 4-0، هدفين من حمد الله وهدف من موسى وطرد الجوليانو. فجوليانو راح يغيب في القمة، مو اي قمة، الحين راح تشوفون امام مين، امام الشباب في الجولة الجاية. بعدها قمة اقوى منها، وهي اقوى مباراة راح تكون للنصر يعني في الواقع، يعني كفريق ضد فريق. الحين راح تشوفوها بعد الشباب امام الهلال في الحلقه المقبله، عندنا الشباب والهلال. واعتذر جدا على مستواي السيء، وانا والله اني اعترف ان مستواي جدا سيء، بس وش اسوي كمان؟ يعني انا حاولت سددت 20 كوره في المرمى، يمكن مو 20 كوره، انا ببالغ، بس يعني 9 تسديدات 8 ويصدها الحارس، وش اسوي عاد؟ اروح اقتله واخلي المرمى فاضي واسجل؟ ما اقدر. فحاليا عند المؤتمر، بس خلنا نشوف وش فيه. في البداية نشكركم بالانجليزي، يعني اللي يسألون يقدر الفريق يرجع ولا لا؟ انا بقول اكيد، اوف كورس.
النصر قادر أن يرجع؟ يعني هل تتوقعون الشباب قادر أن يسوي شيء؟ بقول الرجال اللي عندي قادرين يعني يجلدوهم إن شاء الله ونفوز. الانتقالات قفلت، هل أنت فرحان بفريقك؟ خلنا نمدحهم ونقول يعني أنا كويسين وزي كذا. فخلاص جهزنا الفريق لمباراة الشباب، وروح ندعمك هذا المقطع. أتمنى أنكم توصلون هذا المقطع 500 لايك، وعدكم بإذن الله الحلقات المقبلة راح تحسن المستوى. كان معك فايز فارس جيمز، نشوف مقطع ثاني، مع السلامة.